النبي اللهم صل عليه وعلى البيت الطيبين الطاهرين خير آل وخير ما نبتدي به. الله يدلنا ويدلكم ويبصرنا ويبصركم ويجملنا عندكم يا بني هاشم. وصلتنا دعوة الزواج من سيدنا ومولانا وشرحت لنا البال ومن حبه وحب من هو من بيته نرقى لها لو انها على رؤوس الجبال لانه وافي من وافين وغالي من غالين. وجيناكم بعد سابق الدعوة وموجب الأخوة وتكلمت انا وخوي صالح الدويل والله لحن بشر النشام اللي تشوفون ولا بطلع ولا بفصحهم لسان كبرونا والله يزيد من امثالهم ويرفع قدرهم واصغرهم سن شديد نقوله وفي ذا المقام يشوش راسه ما قصر حيثك قد كفانا بالهروج كل بيها هصلوا عني بيوالا هاو جيناكم يا بني هاشم تقدير لكم ومحبة فيكم لنكم قريبين المجنة وزبن المجنة سباقين للخير ونفعين للغير بحركم مسيح وقدركم رفيع سخيين عند العطاء وسود عند اللقاء اليوث الصعايب والمحن وانتم مقابيس الظلام زدن بينا صلاة. اللهم صلي عليه وعلى اله الطاهرين ايش نقول وايش نخلي في هالبيت طهرهم الله طهرهم رسوله بنقول ان الله سبحانه يرسخ حبكم في قلوبنا ويجعلنا واقف معكم ويحلكم ان شاء الله في الشده سيف حاد هزدون بنا صلاه معنا معونه رمزيه الخوين وسيدنا انها كثير والله ما هي بكثير عليه ومعونتكم ما هي بفلوس روس ولا روس ولا روس ها انها قليل فعذرونا وقدرونا وانقل عطانا ولا كثير ولا في مال الا وصور رجال وفيها سلامتكم. حياكم الله.